ورجعنا لحضراتكم. انتحار معلن اسم مسرحية مصرية حققت نجاح كبير في مهرجان أرينيا الدولي للمسرح في الصين، والحقيقة أن الواحد بيفرح جدا لما بيشوف مصر اسمها على عالي في كل المحافل والمهرجانات الدولية. المسرحية جسدت حياة الكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف والصعوبات والأزمات النفسية اللي عانت منها، واللي كان نهايتها الانتحار. تفاصيل كتير هنعرفها في عن فيرجينيا وولف، وكمان عن النجاح الباهر للمسرحية في الصين هنعرفها من ضيوفنا المخرج مازن الغرباوي والفنانة إيمان يوسف بطلة المسرحية. صباح الورد عليكم. صباح الورد، منورين النهاردة. وفي البداية طبعا بنبارك لكم على نجاح المسرحية، ودايما متألقين ومنورين الدنيا كلها. مرسي يا دينا. مرسي لحضرتك. طبعا احنا في البداية عايزين نبتدي بحضرتك وتكلمنا عن النجاح الباهر اللي حققته للمسرحية في الصين وكمان في المهرجان ده خصوصا. بص، هو يمكن مسرحية انتحار معلن هي تأليف الكاتب الدكتور سامي الجمعان من المملكة العربية السعودية، وبطولة إيمان يوسف طبعا من مصر، وإخراجي من مصر، وإنتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك في أولى إنتاجاتها. دي كانت باكورة الإنتاجات بتاعتها. يمكن يعني فكرة تمثيل جمهورية مصر العربية في أي مهرجان دولي أو أي محفل ثقافي بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، وبتحمل صناع أي عمل فني مسؤولية كبيرة. لكن لما يكون رد الفعل نجاح، ورد الفعل 3 حفلات سولد أوت، والجمهور ما كانش عايز يمشي وظل مرتبط بالعرض حتى بعد يمكن ما رجعنا مصر، وده اللي بعتته إدارة المهرجان حتى أنها بتشكرنا على الارتباط الحسي والإنساني للجمهور في مجتمع أرانيا في جمهورية الصين الشعبية. والتقينا كمان بسعادة سفير جمهورية مصر العربية في الصين، ويعني عمل لنا زي حفلة بسيطة نتاج نجاح العرض. كل ده طبعا الحمد لله بتوفيق ربنا أولا، ومجهود كل فريق العمل أكيد طبعا. طيب إيمان، عايزين تكلمينا كده عن دورك في المسرحية، يعني إيه استعدادك كان ليه، عامل إزاي؟ طيب أنا عايزة أبدأ قصة من البداية، من أول مكالمة التليفون. أنا دكتورتي الغالية ومثلي الأعلى بجد في الحياة هي زوجة أستاذ مازن الغرباوي، هي دكتور إنجيل بستاوي، هي معلمتي في المعهد العالي للفنون المسرحية من البداية، وهم يعني الحمد لله يا رب. دكتور إنجي قدمتني لأول مرة في حياتي في مسرحية فرقيعة بشكل مختلف جدا، وكانت هي سبب ترشيح لأستاذ مازن إن أنا أكون معاه في مونودراما انتحار معلن. كنت أول مرة أتعامل مع أستاذ مازن بشكل مباشر. أنا تعلمت من أستاذ مازن حاجات كتير قوي في العرض. المخرج مش مخرج على الورق بس، أو إن هو شايف العرض عامل إزاي والكادرات عاملة إزاي. أنا نفسي ما كنتش متخيلة أو متصورة إن إيمان هتطلع العرض بالشكل ده أو بالملامح اللي ظهرت. يعني ناس كتير الحمد لله بيقولوا لي دي مش إيمان، دي الشخصية، دي فيرجينيا وولف، دي اللي اتحقق فيها العرض. 52 دقيقة صعبة، أنا أول مرة في حياتي أعمل مونودراما تقيلة فيها كم مشاعر غير طبيعية، كم مشاعر لحد دلوقتي. طب ايه المشهد اللي كان مؤثر قوي عليكي وحسيتي كده ان هو حتى نفسيا بعديها اثر فيكي؟ كل حاجة، بس اكتر مشهد هو مشهد الاغتصاب بتاع صحيح. الاخ صح كده. يعني حتى هو، انا عايزة اقول لك حاجة واقول للمشاهدين كمان، ان شاء الله نعرض قريب والناس كلها طبعا تيجي، ولكن كل كلمة في العرض هي هتلمس كل انسان او كل ست. يعني حتى واحنا في الصين استاذ مازن قال لي خلي بالك الجمهور هيكون اغلبه سيدات. فعلا اللي دخل العرض تقريبا حوالي 95% او 98% من السيدات، وكانوا عارفين قصه فيرجينيا وولف لان هي عانت معاناه نفسيه طبعا كبيره كبيره جدا. احنا دلوقتي بنلقي عليها الضوء بقالنا سنين قليله جدا، زي مثلا التحرش والاغتصاب التنمر، الامراض النفسيه اللي كانت زمان غير معروفه او مش عارفين الناس تتعامل معها ازاي. فهي كانت
طول الوقت في معاناة طول الوقت. أستاذ مازن بقى كان بيخلينا في كل جملة ليها شعور وليها طريقة وليها كلام وليها انفعالات معينة وتون صوت معين. فاستعدت ازاي؟ انا هقولك انا تعبت، بس الحمد لله ربنا كلل التعب بالنجاح اللي احنا شفناه وبالصدى اللي موجود دلوقتي في مصر من خلال العرض. ممتاز. طيب أستاذ مازن، عايزة برضو أعرف من حضرتك تعليقك على أداء إيمان طول الوقت، وإيه الملاحظات اللي كنت دايما بتقولها لها؟ بصي، هو هي إيمان تعتبر من الكوميونيتي بتاعنا، من العائلة الفنية بتاعتنا، يعني زي ما حكيت كده انها انجي او دكتورة انجي بتدرس لها، وانا شفتها على المسرح وكنت متحمس ليها جدا، وحتى لما انجي رشحتها كان برضو حماسي يتأكد. كنا عايزين نعدي المراحل اللي ليها علاقة بمسألة التحول بالنسبة للممثل او للممثلة، من مسألة انه بيعمل عرض مسرحي قدام جمهور هو فاهمه، ليه ممثل بيعمل عرض مسرحي قدام جمهور ممكن ما يبقاش فاهمه لكن حاسس بكل حسيسه ومشاعره، وفي نفس الوقت حاسس بكل التعبير او الفعل الجسدي اللي ممكن يقوم بيه الممثل. وده يمكن اللي اشتغلت عليه مع إيمان في تطوير شكل الأداءات والأفعال الجسدية طبقا للجمهور نفسه، يعني طبقا للتفاعل مع مسألة انه 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 وارد انه الجمهور لانه اجنبي ممكن ما يفهمش الكلام قوي لانه بالفصحى المسرحيه، لكن طبيعه العمل بما يملك من احاسيس ومشاعر مكتوبه اصلا كتبها دكتور سامي، وبعدين احنا عملنا صياغه ليها على اساس صياغه مشهديه عشان تكون ملائمه ان الجمهور يتفرج عليها باحدث التقنيات بالتقنيه الثري دي مابينج وما الى ذلك. فكان مهم جدا انه كمان الاعتماد على ممثل واحد، هو العرض المونودراما ده بيعتمد على ممثل واحد اللي هو إيمان، فما كان عندناش بلان بي، هي لازم إيمان تكون 100% في كل التفاصيل في كل الحاجات في كل اللحظات. ف إيمان اجتهدت جدا، تعبت جدا في وقت قياسي، اتدرب كتير طبعا، دربنا كتير جدا، احنا كنا بنتدرب حوالي 8 ساعات في اليوم لمدة يمكن شهر، وده أدى إلى انه إيمان كانت يعني فاجئتني انا شخصيا واحنا في الصين بقى، يعني بايه بقى؟ يعني الظروف اللي عرضنا فيها، ظروف العرض تحديدا اول ليله عرض، المسرح كان دائري مفتوح تمام، احنا الجو هناك كان حر شبه مصر شويه. قبل العرض بربع ساعه اتحول الطقس من حر جدا لبرق ورعد ومطر. ده بيحصل هناك عاده صح. فاحنا واحنا عندنا اضاءه على الارض وعندنا حاجات يعني مش مؤهله للجو ده، يعني فكره انه كمان انت عايز تحافظ على الممثله بتاعتك انها ما تتكهربش، انها يعني لانه في ميه مع ما كهربا ما تتوترش برضو ان حصل طقس مختلف. طبعا جيت ساعتها قلت لإيمان قبل العرض، قلت لها خلي بالك وارد تتزحلقي، ولا قدر الله تحصل حاجه، لازم نحافظ على نفسنا لان احنا قدامنا لسه عرضين كمان الجمهور حاجزهم اوريدي اصلا، وتذاكرهم خلصانه، فاحنا كمان عايزين ننجح في العرض الاول لانه ده كان العرض الاول، ونقدر نكمل الناس تتكلم لانه ارانيا ده زي الجونه. فاول عرض كده. ده مهم جدا طبعا. والارانيا دي او المكان ده كوميونيتي زي الجونه كده، كل الناس عايشه فيه وبيتكلموا مع بعض وكده. فالظرف اللي عرضت فيه إيمان والتأهيل النفسي، لأن هي كمان بتعمل عرض يعني سيكولوجي أو نفسي أو يعني في انفعالات وأحاسيس فلازم ومشاعر فلازم يعني تكون مفيش حاجة بالزبط. الطقس اللي حواليها بالظبط، مفيش أشياء أخرى غير العرض تكون شغلة بقى توترها أو كده أو تشغلها. فهي بصراحة قالت لي تمام أنا مركزة جدا وأنا تمام ما تقلقش وبتاع، وكانت بتعرض المطرة مستمرة يعني 55 دقيقة المطرة فوق دماغها، هي خارجة من العرض المبلولة يعني مبلولة لبسي مبلول. يعني مبلولة تماما من المطرة ومن البرق والرعد، واشتغلت في الظروف دي، وبرضو الواحد بيتعلم صحيح. يعني حتى على خبرته الكبيرة والعريضة، لكن بتتحط انت في ظروف بتشوف بقى انت هتعمل بتشوف ايه هتعمل ايه وتواجه ازاي. فبصراحة إيمان كانت يعني فاجئتنا كلنا، وده كان رد فعل الجمهور الصيني
اللي فضل وقف يسقف لها. والفيديو ده موجود على فكرة، موجود عندنا على صفحات السوشيال ميديا، موجود الجمهور قاعد يسقف لها قد إيه على مصداقيتها وحفاظها على أدائها وعلى التوناليتي وعلى الفعل الجسدي، وإنه كل العوامل الجوية الجوية اللي حواليها لم تؤثر عليها بالزبط. صحيح. فبصراحة يعني برافو إيمان. شكرا. طيب طبعا احنا شفنا ان في اجواء ما كانش يعني محطوطه في الحسبان وحصلت، اكيد كان في بقى مشهد صعب يعني اتفاجئتي، يعني كان حسيتي ان هو يعني غير اللي انت اتدربتي عليه، حسيتي كده حتى لو مع نفسك مثلا وانت بتاديه مثلا كان ايه مشهد؟ لا ما حصلش ده، ولكن اللي حصل هي الظروف بتاعه الطقس اللي حصلت، لان احنا زي ما استاذ مازن قال عرضنا اول يوم وتاني يوم كان عندنا حفلتين. فكان لازم افضل يعني، انا اول يوم انا جالي برد فظيع، تاني يوم برد غير طبيعي، وانا يعني ربنا احياني واداني القدره والقوه ان انا اخلص الحفلتين التانيين، والحمد لله بقيت كويسه. تاني يوم برضو الدنيا مطرت، اول حفله عرضتها كان جو حر جدا، تاني حفله اول ما بدانا برد ورعد ومطرة غير طبيعية، كده مش هتعرف تمثل غير في الأجواء دي. لازم نعملها أجواء متغيرة. بس عايزة أقولك على حاجة يا دينا، وكأن سبحان الله ربنا سخر الظروف إن يعمل لنا حالة من الجو مع العرض، مع الشخصية كمان. أيوة، لأن هي بتروح على النهر أوريدي، فيرجينيا وولف بتكرر الانتحار وبتمشي في طريق، هي أخذ القرار بتنزل النهر، بتكمل مشي في النهر لحد ما المية بتعديها وبتنهي حياتها بهذا الشكل، وكأن ده اللي احنا بننفذه مع المابنج والمطرة. ولكن الظروف كانت طبعا فيها مخاوف من ان انا ممكن اتزحلق، السبوتات بتاعت الإضاءة كانت حوالينا على الأرض، كان ممكن لا قدر الله اتكهرب او يحصل اي حاجة. تفاعل الناس ده اللي كان جديد ومختلف علينا، ان هم مش فاهمين او احنا بنقول ايه، ولكن متفاعلين 100% معنا. طيب بالنسبة بقى للجمهور، عايزة اعرف من حضرتك، هل الجمهور مختلف عن الجمهور المصري؟ يعني شفت ايه مختلف في الجمهور؟ بص، هو اكيد اي جمهور بيبقى ليه هوية او ليه ايدنتيتي، يعني بيبقى صحيح. ليه، فاكيد الجمهور في الصين او جمهور الصيني بحكم انه شعب مختلف عننا، كان مختلف عن الجمهور المصري. لكن هو صعوبة اللغة هي يعني هي الشيء اللي باين في العنوان الرئيسي في مسألة الاختلاف او في مسألة التفاعل. لكن الحمد لله احنا قدرنا برضو، لانه عندنا خبرة تتعلق بمسألة التفاعل الدولي ومسألة ان الفنون عابرة للغة، يعني انت تقدر بفنك تكون عابر للقارات وتكون عابر للغات وتتجاوز اللغات وكل الكلام ده كله، والعادات والتقاليد وكل ده. فالحمد لله، يمكن مع اختلاف طبيعة الجمهور وطبيعة التلقي وطبيعة اللغة مختلفة وكل الكلام ده كله، لكن قدرنا كفريق عمل الحمد لله نوصل رسالة العرض ونوصل اللي احنا عايزين نقوله من انتحار معلن. كمان انا عارفه ان انتوا ان شاء الله رايحين برضو، يعني برضو هيتم عرض في كوريا الجنوبيه، فعايزين برضو تكلمنا عنه شويه. هو ده عرض جديد احنا بنحضره، يعني مسرحيه جديده مسرحيه جديده اسمها جسم واسنان وشعر مستعار. اسماء عميقه. عميقه وبتشد. هو استاذ مازن ما بيعملش حاجه بسيطه بجد، ما ده اللي بيميزه وبيحقق نجاح. دي حقيقه. ربنا يستر والله. لا 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 يستر. هو العرض ان شاء الله هيعرض في كوريا الجنوبيه ضمن فعاليات مهرجان ديجون الدولي للمسرح. ان شاء الله احنا هنسافر اول اغسطس باذن الله ان شاء الله. العرض بطوله 4 ممثلات، ايمان واحده منهم، ايمان يوسف و نهال فهمي وجهاد عصام، ومعانا كمان لاول مره ممثله من اسبانيا بتشارك معانا في العرض. والعرض البريمير هيبقى بتاعه في كوريا الجنوبيه، وبعدين ان شاء الله هنعرضه، عندنا جوله للعديد من المهرجانات وهيتعرض ان شاء الله اكيد في مصر. هو العرض تاليفي واخراجي، هو بيتكلم عن كل العلاقات الفيك الغير حقيقيه اللي بقت موجوده بين البشر، خصوصا على السوشيال ميديا والحاجات دي كله بقى. يعني احنا بنتكلم موضوع مختلف وعميق بصراحه. يعني احنا بنتكلم على
انه رغم التطور التكنولوجي ورغم اليات الزمن اللي حصلت في تطور شكل العلاقات بين الاخر والاخر، الى انه حصل بعد سوسيولوجي او بعد اجتماعي بين الاخر والاخر. فهو حلو يبدو قوي الموضوع جدا بصراحه، ويبدو ان العنوان فيسيولوجي، يعني يبدو ان العنوان له علاقه بالجسم والاسنان والشعر المستعار، لكن هو في حقيقه الامر العنوان سايكولوجي، له علاقه بدراسه يعني دراسه ما تقول اليه النفس البشريه من انها عايزه تعمل تعديل في الظاهر، لكن هو التعديل اصلا المحفز الرئيسي ليه في الجوهر في الداخل. فازاي التحول النفسي السايكولوجي للانسان من غير ما يدرى كمان، من غير بالظبط كده فعلا، بتبقى نتائجه ايه، وبتبقى نتائج هل هو قدر الانسان خلال رحلته في التحويل السايكولوجي اللي بعد كده بتحول لتحويل فيسيولوجي او تحويل جسماني ظاهري قدام الناس، هل التحويل ده اثر على طبيعه الهويه، هويه البشر؟ صحيح. لا موضوع بصراحه انا متشوقه جدا، يعني لان فعلا يعني هو واقع احنا بنعيشه دلوقتي، وشايفه الموضوع مختلف، يعني ما فيش لسه حد تناوله بالطريقه اللي حضرتك بتشرحها دي. احنا بنتمنى طبعا ان انت ان شاء الله تحققوا نجاح كبير وعظيم زي ما حققتوا طبعا، وشرفتونا ونورتوا مصر كمان باعمالكم الفنيه الجميله، وبنتمنى لكم التوفيق دايما، وبنشكركم جدا طبعا الاستاذ مازن غرباوي مخرج المسرحيه، وبنشكرك الفنانه ايمان يوسف بطله المسرحيه. شكرا ليكم، نورتونا واسعدتونا النهارده. ميرسي لكم جدا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، لسه مكملين معاكم لفقرتنا الثانيه والاخيره، انتظرونا.